مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم كادوريم يوجه رسالة للشعب التونسي بعد انتقادات اللي توجهت له مرة أخرى، اللي هو جيست عاون بريود، معناها ورى فيها وجهه بعد ما تعرض إلى عديد الانتقادات، ما عادش يحب يعاون الشعب التونسي، ودورت برش أخبار فيما يخص الموضوع ذا. لكن كادوريم يوجه رسالة للشعب التونسي ويطمنهم أنه أي إنسان يستحق حاجة ينجم يتصل بالجمعية، معناها اللي تنوبه واللي تعاون في العباد مش تقوم باللازم. اليوم رسالة كادوريم قال: أواصل التحدي، أواصل العمل، أواصل طريقي نحو مزيد من النجاح على المستوى العملي، وأحاول دائما زرع الأمل في طريقي متوكلا في ذلك على الله وحده. كما كنت تسمع، وذي الرسالة اللي وجهها كادوريم يطمن معناها في التوانسة أنه مازال بشوقف معهم وبش يعاونهم في المستقبل. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.